يبدو محمد بن عبد الكريم الخطابي على خلفية حائط أجرد أبيض اللون في مكان قليل الإضاءة، يجلس بثقة على كرسي خشبي بسيط بذراعين، يداه متشابكتان تحت سطح طاولة خشبية صغيرة بلا أرفف أوراق ومحبر على اليمين، يضع بأريحية جلبابا ريفيا فضفاضا وقصيرا مع قب واسع وأكمام طويلة وعمامة على الرأس، عيناه ثاقبتان تجاه نظراته للأفق وملامحه هادئة وتعابير وجهه توحي بالسكينة مع انزعاج وتوجس خفيف، إيماءات الجسد والرأس الثابت والجلوس المستقيم توحي بروح متوتبة وبشخصية واثقة من نفسها قوية وعازمة ومتحدية. على ما يبدو هو في مكتب عمله البسيط، حيث ينزوي باستمرار داخل منزله متفردا ليعيد ويدون الرسائل التي يبعثها لمختلف الجهات، وليقرأ آخر الأخبار التي ترد إليه من مختلف الجبهات الحربية، وليكتب مراسلات لمختلف المسؤولين بخصوص تدبير الشؤون العامة. إنها أشهر وأول صورة حقيقية من قلب الريف تقدم للرأي العام الإسباني منذ الانتصار التاريخي للمجاهدين بمعركة أنوال الشهيرة سنة 1921. وتوفق المصور في التقاط مشاعر لحظة تاريخية متجسدة في النظرة المعبرة للأمير الخطابي وقسمات وجهه التي تحمل العديد من الرسائل. نجد المصور ألفونسو بورتيلا ذو 19 عاما المعروف بألفونيسيتو بعد جهد جهيد في الحصول على أول صورة بورتري للأمير الخطابي وهو جالس على طاولة، حيث رفض الأمير الخطابي مرارا خلال مقابلته مع الصحفي لويس أورتيزا أخذ صورة له. تأتي هذه الصورة في سياق تمكن الجيش الإسباني من استرجاع بعض معنوياته بعد نجاح عملية الاسترداد، حيث تمكن ما بين 1921 ويناير 1922 من استرجاع معظم الأراضي التي فقدها في الريف الشرقي الناظور سلوان العروي دريوش، لكن رأي العام الإسباني والصحافة وعائلات الأسرى كانت تضغط بقوة لمعرفة حال الأسرى المتواجدين لدى الأمير الخطابي والتفاوض لإعادتهم إلى إسبانيا. وقد وجهت عائلات الأسرى عدة ملتمسات إلى الملك ألفونسو الثالث عشر للتدخل قصد إطلاق سراحهم. كانت هذه قصة أول صورة لزعيم الريف محمد بن عبد الكريم الخطابي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.